السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير البرية المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلتقي اليوم لنتحدث عن موضوع عنده علاقة بموسم عاشوراء. عاشوراء مرتبطة بقضايا مختلفة، سوف نتطرق كل ليلة عن موضوع على حدة له ارتباط بعاشوراء. وهذه الليلة غنتكلم بإذن الله تعالى عن ظاهرة تنتشر وترتبط بعاشوراء، وهي السحر والشعوذة التي تنتشر في هذه المناسبة. ليلة عاشوراء، ليلة عاشوراء هي ليلة مميزة تصادف العاشر من محرم الحرام. هذه الليلة يختلط فيها الدين بالوثني والسياسي بالعقدي عند مجموعة تسميات، كتسمى ليلة الشعالة، وكل اللي كيسميها ليلة المجامر كما يطلق عليها بعض المشعوذين والمشعوذات، بل كالقوا بأن بعض الشوافين والشوافات يتحولون في ليلة عاشوراء إلى نجوم كبار يقصدهم أصحاب الحاجات، خصوصا النساء ممن ضاقت بهن الحياة، كينتظروا المناسبة ديال عاشوراء بفارغ الصبر لتجريب بعض الوصفات سحرية، إما بقصد رفع التابعة أو دفع العكوسات عن الزواج، وإما لجلب الحظ السعيد أو لجلب الحبيب الغائب أو لترويض الزوج على الطاعة والسمع أو لتجديد الثقاف. ظواهر كثيرة تستعمل في مثل هذه المناسبة، ماشي غير الناس اللي هما يا غير مثقفين عندهم الأمية وعندهم الجهل، حتى الناس اللي هما مثقفين واللي هما عندهم مستوى عالي من العلم، كنلقاو مثلا في بعض القطاعات الوظيفية موظفين في مراتب عليا يلجؤون إلى مثل هذه الممارسات، مثلا وضع غبار شفاف في مثل هذه المناسبة على مكاتب بعض المنافسين. معك في الموظف في العمل أو في الشركة أو في الإدارة يصنع غبار شفاف يرمى على المكتب، إما بقصد أنه يتنحى عن وظيفته أو أنك تكسب ود المدير أو المسؤول. في هذه المناسبة كتنتشر مظاهر خطيرة ديال الشعوذة، وكتنشط الحركة ديال البيع عند العطارة. العطارة كيعودوا أسياد الموقف، كيبيعوا أعشاب ومواد مختلفة كلها تستعمل كوصفات سحرية. كنلقاو بعد العطارة يتاجرون في مجموعة من الحيوانات الحية أو الميتة، مثل الثعاليب والكلاب والقطط البرية والضفادع والسلاحف والقنافذ والثعابين وغيرها من المخلوقات المستعملة في الشعوذة والسحر. وكنلقاو كذلك واحد الحركة مريبة، بعض الناس يقصدون المقابر المهجورة وكيمشيو للروضة المنسية، وهنا يتم استغلال المجمر والبخور وما يسمى بالشرويطة وأشياء أخرى. حينما يقترب موسم عاشوراء، هاد الناس اللي هما يا عندهم نيات سيئة ينشطون في هذا المجال، وبالمقابل تلقاو فوبيا عند بعض الناس الآخرين اللي يشعروا بالقلق وبالخوف، خصوصا الرجال، بعض الرجال اللي عندهم علاقات مع بعض النساء واللي هي غير وطيدة وغير سليمة، كيبدي يخاف، كيقول عندك نوقع ضحية أعمال سحر
من طرف فلانة أو فلانة غتقلب حياته رأسا على عقب أو قد تصيبه بالسوء لأنك خاف لا يوضعوا له الثقف أو يوضعوا له جلب الحبيب كيكتفوه وكيجيبوه خاضع ركع. لهذا كنلقاو بعض الرجال يعمدون إلى مغادرة المنزل خلال يوم عاشوراء، وآخرون يحيطون تحركاتهم بسرية، وآخرون يتفادون أماكن معينة. هذا الخوف والشعور بالفوبيا كيسيطر على بعض النساء، بعض النساء اللي عندها واحد الراجل مبارك خايفة عليه الله يضيع منها، وتخاف على أبنائها من التعرض لمكروه أو يصيبهم مس من السحر. هذا الأمر ديال عاشوراء وتزدهر فيه مظاهر الشعوذة، هذا شيء قديم قدم التاريخ، كالقول اليهود مارسوه، بل وأكثر من اليهود مارسها أهل بابل ومارسها أهل فارس وأهل مصر وغيرها من البلاد في التاريخ القديم، لأن بعض الأقوام يكونوا مسكونون بالشعوذة، يكونوا مهووسين بالسعر، يكونوا يتطلعون إلى الغيبيات ويحاولون التعامل مع الخوارق. فمنذ التاريخ القديم كانت الشعوذة، وحتى في العصر الحالي تلقوا مازال الناس مفتونين بالشعوذة. العالم الغربي الآن، أوروبا وأمريكا، اللي في التقدم العلمي والتكنولوجي، مازال الناس عندهم اهتمامات بالتطلع إلى الغيبيات والتعامل مع الخوارق، ومنهم من هو عنده هوس بالسحر والشعوذة. ربما الكل يذكر بأن بعض الناس في أوروبا خصوصا بريطانيا فتنوا بقصص وأفلام غريبة عن السحر والأرواح والأشباح، مثل قصص هاري بوتر الشهيرة. القرآن الكريم يحكي لنا بأن هذا الشيء كان منذ زمان، كان قبل ملك سليمان، حينما يتحدث القرآن العظيم يقول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. السحر علم عنده قواعد وعنده أسس. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذه أهم خاصية عن السحرة، هو التفريق بالأزواج. اللي مشى للمحكمة ديال الأسرة غادي يلقى بأن القضاة ما بقوش كيحكوا ريوسهم، والسبب لأن عدد الطلاق كثير، ولا تأملنا فيه ما كنلقاوش مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية بقدر ما كتدخل الشعوذة بقوة في التفريق بين الرجل والمرأة. وهذا الشيء ماشي فقط الطبقة الفقيرة أو الجاهلة أو اللي ما تقراش، حتى الطبقة المثقفة، الطبقة اللي قارية، وحتى الطبقة السياسية. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا السحر انتشر حتى في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو وسيلة للتخلص من بعض الناس. التاريخ السياسي ديال مجموعة حضارات ودول كنلقاو بأن الصراع على السلطة كيدخل فيه السحر. شحال من واحد ربما غيروا له فكره وغيروا له صحته بالسحر. حتى في عصر النبوة لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وجاء لكي يغير الوضع المعوج، وجاء لكي يصحح المسار، وجاء لكي يعيد الناس إلى الفطرة السليمة، اعتبروه بأنه سوف يسيء إلى مصالحهم، فبجميع الوسائل حاولوا محاربة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. داروا له الحصار الاقتصادي، داروا له الظلم العدوان. وجي واحد اليهودي قال لهم أنا عندي طريقة سهلة، بلا حرب بلا سلاح غندير السحر،
ومحمد صافي غنقضيو عليه. هذا اليهودي يسمى لبيد ابن الأعصم، هو من بني زريق، واليهود معروفين في الجاهلية بالسحر إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا معظم كبار السحرة في العالم العربي والغربي من اليهود. جهد لبيد بن الأعصم ودار واحد الجدادة وكتب فيها اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي وقع للنبي الكريم؟ شعر بتغيير غريب. كتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. ده اللي سحر التخيلات، وده سحر خطير. اليوم كنلقاو بزاف ديال الناس مرضى كيمشيو للمصحات النفسية وكيتعالجوا عند أطباء هما ما عندهم أمراض نفسية، هما عندهم سحر ديال الخيال الفاسد. كتوقع لي تهيؤات وتخيلات، المرأة كتخيل بأن رجلها باغي يقتلها، والرجل كيتخيل بأن المرأة باغا تخونه، وهكذا الشريك مع شريكه وغير ذلك. فهذا النبي الكريم المعصوم وقع لي هذا الحدث، دل لي سحر التخيلات. حتى كانت أمنا عائشة تقول لكتبة الوحي: لا تكتب عنه شيئا غير القرآن، القرآن من عند الله لن يتغير، ولكن الكلام اللي كيقول النبي حافظوا ما تكتبوش، لأنه يخيل إليه يفعل الشيء وما يفعله. ظل سيدنا رسول الله على هذا الحال لأيام معدودات، حتى جاءه الملك من عند الله وقال له: يا محمد فإنك مطبوب. فلما تم التساؤل من طبه، قال لبيد بن الأعصم. قيل: ماذا فعل؟ قال: دار لي واحد البقايا الشعر ديالو، الشعر ديالو داروا في واحد المشطة، خذوا المشطة ديالو، خذوا بقايا الشعر وداروا فيها واحد ترنيمة سحرية ورموها في بئر مهجورة. عجب الناس كيمشيو الروضة المنسية، رموها في بئر مهجورة تسمى بئر ذي أروان، بئر ذي أروان. فالنبي الكريم اللي عرفها بعث بعض الصحابة واستخرجوها، فقالوا: يا رسول الله أنحرقها؟ قال: بل ادفنوها. فأنزل الله عليه ديك الساعة، نزل عليه القرآن العظيم، سورة الفلق وسورة الناس: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. في هذه الواقعة نزلت سورة الفلق، كما نزلت سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه كتسمى المعوذتين، فهي من أقوى آيات التحصين. فكان النبي الكريم يقرأ بهما، يجمع يديه بجوج ويقرأ بهذه السورتين وينفت على جسمه حتى ذهب عنه ذلك الإحساس. معنى من شر النفاثات في العقد، النفاثات هما الساحرات اللواتي يعقدن في سحرهن وينفتن عليه. فهنا العلماء قال لك: لماذا سيدنا رسول الله وهو النبي وهو المعصوم كيف وقع له ذلك؟ قال: لأن سيدنا رسول الله جميع أنواع الابتلاءات التي تقع للبشر نال منها نصيب صلى الله عليه وسلم. ما في ابتلاء عاش اليتم، الفقر، الظلم، التهميش، اتهموا امرأته بالخيانة الزوجية، طلقت بناته، جميع أنواع ما يخيل إليك من المعاناة تلقى هذا النبي. ربنا عز وجل أراد أن يبتليه فصبر، ومن ثم ربنا عز وجل رفع مقامه وقال: إن الله وملائكته يصلون على هذا النبي، لأنه فاق التخيل أنه صبر واحتسب. في عاشوراء، احنا الآن على أبوابها، الناس كيهتموا أصحاب القلوب المريضة، الناس أصحاب القلوب الخبيثة كيبغي يضر بعضهم بعضا، وكيبداو يقلبوا على أنواع السحر. كاين اللي كيستعمل السحر ديال الضرر، هو السحر الأسود، كيتسمى سحر التفرقة، يفرقون بين المرء وزوجه. كتلقى لي شحال الناس كيتخاصموا، شحال ديال الناس كيطلقوا. وكاين اللي كيدير لهم سحر البوار والعياذ بالله، سحر البوار، التجارة كتبور، عنده محل تجاري، عنده مقهى، مطعم، فندق، حمام،
ما كاينش الرواج التجاري، بوار. وكاين البوار ديال البنات ما يتزوجوش، كيبقاو تما حاصلين عند والديهم. هذا سحر البوار. وكاين السحر الابيض اللي كيتسمى سحر المحبه. حنا في الثقافه الشعبيه عندنا في المغرب كنلقاو النساء كيتكلموا على بعض الوسائل اللي هي ولات معتاده عندهم، وكتذكر في عاشوراء. مثلا كنلقاو في عاشوراء كنديروا بعض الوجبات المطبخيه. الناس عارفين انهم اللي تاع عاشوراء كيديروا كسكسو بالقديد، وخصوصا بالدياله ديال الحولي. هنا كتجي مولات الدار كتصوب الكسكسو، كدير الدياله ديال الحولي وشي قديدات وكردسات، وكتجي الديل ديال الخروف اللي احتفظت به من الكبش، وكيكون مجفف بالملح. فيتم حشو الديل بمستحضرات سحريه، وكيتم قول بعض الكلمات واغلاقه بالقفال ديال الكسكاس. ومن بعد ترانيم معينه كيستعملوها بعض النساء المريضات في عقولهن، وكيقدموا الوجبه وكتحس بان زوجها ياكل منها. ما الذي يقع؟ كيقول لك هذه وجبه كيجعل الرجل طيعا في يد زوجته، يعد لقتله يقول لها وخا. هذه الوصفه يدوم مفعولها عاما كاملا، العام كله يبقى الرجل هكذا، لكن كيسالي العام كتسالي المفعول، فتضطر المرأة إلى تجديد هذا الأمر. هذا كنلقاو كذلك بعض النساء اللي كتخاف على رجلها لأن عنده علاقات مع نساء أخريات، ما خلات ما دارت معه، هو عينه خضراء كل مرة كي عينه زيغة كيمشي عند هذه عند هذه، أش غنديروا ليه؟ كتقول لها صاحبتها ديري ليه الثقاف. شنو هو الثقاف؟ هو كتربط الرجل عن معاشرة النساء، وهنا كيستعملوا مجموعة ديال الأشياء الخبيثة، حيوانات خصوصا ما يسمى بالذبانة الهندية، وكيديروا رأس الضفدع المجفف والشدق ديال الجمل، وكيديروا واحد الترتيبة معينة ثم تدفن في الروضة المنسية، وكتبقى ذاك الرجل المسكين هكذا ما كيبقاش عنده القدرة على الجماع، وكيمشي عند الطبيب النفسي وعند الخبير الاجتماعي، كيقول لي عندك مرض نفسي، عندك ربما تراكمات ديال ايام زمان، ربما احباط، ربما قلق، توتر، اكتئاب. هو عنده غير ثقف، وهذا الشيء كينتشر في هذه المناسبه. كنلقاو كذلك بعض النساء كيقول لك هذا سحر ابيض، المراه اللي كتبغي الراجل ديالها يبقى دائما معها، ولا كان غيب يجي سريع اليها، وديما كيبغيها، وديما كيقطر عينه منها. كتسمى في الثقافة الشعبية بما يسمى بالشرويطة. الشرويطة هي قطعة ديال القماش ملي كيكون العلاقة بين المرأة والرجل، الماء ديال الرجل يلا كيخرج باقي طري، المرأة كتمسح ذاك الماء وكيبقى تحتفظ بالشرويطة، وكتخليه وكدير فيه سبعة ديال التمرات ديال عاشوراء. واحد الوصفة لا ينبغي أن نذكر هذه الأمور مخافة أن بعض الناس ضعاف العقول والقلوب يطبقوها. المهم هذه الشرويطة تتحرق، كتحرق في الشعالة ديال العافية ديال العاشوره، ومن ثم الرجل يحرق قلبه ويصبح هائما بحب زوجته، ما كيشوفها الا هي، هي ملكه جمال العالم، واي امر طلبته منه كينفذه، ينسى الام وينسى الاخوات وينسى الوطن وينسى العقيده وينسى كل شيء، مراته هي كل شيء. فاذا غاب عنها ربما مش بعيد، لان من الطريقه ديال الابطال انه خصو يقطع البحر، الا قطع البحر صافي كيدوب داكشي. كيقولوا لها راه عندك التليكوموند، ما هي؟ تحريك الشرويطه الملعونه، كتحركها كيعاود يرجع عندها مباشره، كيقول لها شبيك لبيك اللي بغيتي بين يديك، وكتبقى المفعول ديال الشرويطه مفعول هذه الوصفه لعام بالكامل من عاشوراء العاشوره. لهذا النساء كيحاولوا يجددوا في هذه المناسبه. والكثير من الرجال كيشعروا بالفوبيا اللي تقرص، كيعاود يشعر بانه هو قرب عاشوراء كيضروا راسه، وكتلقى مخلوع ومهموم، يا ربي كي غادي ندير. هادشي هذا ثقافه داروها اليهود منذ زمان، منذ عهد سيدنا موسى عليه السلام. ونحن في ديننا الاسلامي اللي هو دين الحق ودين العدل، تلقوا بان ربنا عز وجل نهانا نهيا صارما عن مثل هذه الامور. قال لنا ويل لمن استباح اتيان السحره،
اللي كيدير هادشي كله راه كيأذي نفسه وكيأذي الآخرين، ويوم القيامة غادي يكون حساب ديالهم عسير جدا، كما قال سبحانه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ألا ساء ما يزرون، كيعود الإنسان يوم القيامة يعذب من أشد الناس عذابا يوم القيامة السحرة والمشعوذون. لذا ربنا قال لنا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. عنده الضعف. من أجل ذلك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصي الأمة ويقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. بدأ بالشرك بالله اللي هو أعظم ذنب، وبعده السحر خطير. عاد قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ثم قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. السحراء يستعملوا وسائل خطيرة جدا للإضرار بالناس، لأنه علم يتعلمون. منهم من يقوم بالاستعانة بالأرواح الخبيثة، أرواح الجن، يسخرونها ويستخدمونها. منهم من يتواصل مع الكواكب والنجوم، الناس تاع التنجيم، يظن بأن الكواكب والنجوم هي مدبرة لهذا العالم، وكيعتبر السحر له أوقات يتم عمله في ساعة معينة، في شهر معين، سنة معينة، عندهم واحد توقيت محدد حسب دوران الكوكب والنجم. وكل سحر محدد بوقت تزداد فيه حالة المريض، لأنك يكون عنده علاقة بالتنجيم وحركة الكواكب ومنازل الأبراج. وهذا السحر يكون أشكال، أخطره بت الأوهام والتخيلات. فالنفوس خلقت مطيعة للأوهام، كل اللي يتخيل بأنه يسقط من مكان عال، وكل اللي يتخيل بأنه شي واحد غادي يقتله، أو المرأة كتخيل رجلها غادي يخونها، أو الراجل كيتخيل المرأة غتأذيه بشي سم، أو الأب كيتخيل بأن أولاده يستعجلون موته لتقسيم التركة، وغير ذلك. هذا كتسمى الأوهام والتخيلات. وربنا عز وجل ذكر هذا النوع اللي هو كثير: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. للسحرة ديال فرعون كان عندهم هذه القدرة على بث الأوهام والتخيلات، كيدخل لك الدماغ ديالك، عنده واحد تيليكوموند في الفكر ديالو، وكيدير ما يسمى بالتخاطر الذهني، لا تيليباتي، وكيبث فيك أوهام وتخيلات، وكيعود راسك كيفرز أفكار غريبة. وكل خيال. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، أو كما قال الله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ومنهم من يستعين بخواص الأدوية، كاين بعض السحرة المشعوذين عندهم ألعاب بهلوانية بيديهم، يجي عندك وكيكذب عليك، عنده أوراق كتفتح وكتسد، عنده واحد المواد بحال الزئبق كتمشي وكتجي. هذه كلها مسائل اللي هي خاصة، وكيستعملها كأنها أمور خارقة، وإنما فقط كيأثر على الإنسان باش يدير ليه الرزق ديالو ويفتنه في حياته. الناس ربما كيقولوا: ما العلاقة بين هاد الشيء كله، هاد الشعوذة وهاد الحيوانات وهاد ما الذي يجمع بين أن نخلط أجنحة الوطواط وزبد البحر؟ يجيبوا الزبد ديال البحر ديال الكشكوشة مع أجنحة الوطواط، أو تراب المقبرة المنسية وبيض الأفعى، أو قوائم الثعلب وروت الذئب، أو بين مخ الضبع وزغب الفار. هذه كلها شعوذة، عالم متداخل متناقض يتوحد فيه الممكن بالمستحيل. وهناك لقوا الناس كيشعروا بالخوف: عندك شي واحد عدو ديالي مخاصم معاه، عندي معاه شي حسابات سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا عاطفية، هذه هي المناسبة غيضرني. كنسمعوا الناس تاع علماء النفس يقولوا بأن هذا الشيء اللي يذكروه الناس حول الشرويطة والديلة ديال الحولي
وكيتصاب الإنسان بالخوف الفوبيا، هذا مجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة. وكيطالب علماء النفس أن الإنسان ينبغي التخلص من هذه المعتقدات الخرافية. ولكن كيف أتخلص منها؟ يقول لك علماء النفس لابد من تقوية جهاز المناعة. جهاز المناعة ديالك النفسي قويه، كل ما قويته كتكون في حماية. أو كيقول لك لابد أن تقوم بزرع الثقة في النفس، دير فيك الثقة في النفس. ولكن مع ذلك يبدو بأن لا شي واحد دارك في راسه وبغي يأذيك، هذا الجهاز المناعة ما يقضي والو، وديك الثقة بالنفس سرعان ما تسقط. لهذا نقول للأحباب الكرام ديالنا أشنا هي الطريقة لكي نشعر بالأمن والأمان والسلم والسلام. سهلة بسيطة جدا، لا تحتاج منك إلى جهد ولا إلى أموال. فقط أطلب منكم مستمعي الأفاضل جزاكم الله خيرا أن تهبوني وقتكم الثمين للحظات. أحسن طريقة لكي تحفظ نفسك وأولادك وزوجتك وأحبابك، تحفظهم من هذه الشعوذات وتتوقع من السحر ومن غيرها، ماذا عليك أن تفعل؟ أولا لابد أن تغرس في نفسك حسن التوكل على الله. لابد أن تكون متوكل على الله، تعتقد بأن الذي يضر وينفع هو الله، الذي يعطي ويمنع هو الله. خلي عندك هذا الله في قلبك، خليها قوية، وغتشوف بأن التحجم غتقضي عليك نهائيا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا ربي أعطى الإذن راه كيمشي التأثير، إذا ربي سحب منك الإذن ويبقى الساحر والمشعوذ يحرق في الشراوط ويدير المجامر ويبقى الليل ونهار ما يقضي مدي منك والو. التوكل على الله عز وجل هو من أعظم ما تدفع به الآفات وأنفع ما تحصل به المطالب. فمن توكل على الله كفاه أموره كلها. لذا قال ربنا عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، انتهى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله هو الدار، الله هو النافع، الله هو المعطي، الله هو المانع. ثم بعد التوكل الصادق على الله لابد أن نمتثل أوامر الله ونجتنب نواهيه. نحرص، لأن من حفظ أوامر الله ونواهيه حفظه الله. اللي يحفظ من الله ربك يحفظه، احفظ الله يحفظك، هكذا قال النبي الكريم، احفظ الله يحفظك. وقال الله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كيف يحفظك الله؟ بأنك تحفظ دينه. ملي كتسمع الدين كتحترمه كتقدسه. كاين بعض الناس كيزعم على القرآن وكيزعم على نبي الإسلام وكيزعم على شرائع الدين. لابد أن نغير الإرث، لابد أن نطور الخطاب الحداثي المتعلق بالتفسير القرآني، لابد أن نغير كذا وكذا. كيزعم على القرآن الكريم والعبادات كيتسهل فيها، فهذا ما حفظ القرآن الكريم كيكون هو بنفسه بابه مشروع ومشرع لكي يصاب بالسحر ويصاب بالشعوذة في مثل هذه المناسبات. كذلك أيها الأحبة الكرام، من أفضل الأمور دي الوقاية الحفاظ على الصلوات الخمس. الصلوات الخمس لكي حافظ عليها راه هي محطات مباركة باش ربي يحفظك من كل سوء. نحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة حماية، كتكون مع المؤمنين وكتكون مع الصادقين في بيت الله تعالى حماية. وخصوصا صلاة الفجر، صلاة الفجر اللي وضب عليها هذا عمرو ميخاف، هذا عنده حماية من الله. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. اللي صلى الصبح راه عنده تأشيرة التأميم من عند الرحمن، كان في ذمة الله لم يكن للشيطان عليه سبيل. كذلك نحافظ على تلاوة القرآن العظيم. القرآن العظيم حصن حصين، حرز مكين، جميع القرآن العظيم، ولكن بالخصوص بعض السور. مثلا سورة البقرة إذا قرأناها في البيت ما يقرب لك لا شيطان ولا سحر ولا مشعوذ. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ملي كتقرأ البقرة الشياطين والمشعوذين يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويفرون بعيدا، كيهربوا كيتحرقوا. سورة البقرة
قال النبي الكريم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هما الصحارى. أيضا قبل ما الناس نحرص أن أقرأ آية الكرسي عند النوم. فنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي إذا آوى إلى فراشه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان. نقرأ آية الكرسي ونتمعن فيها تكون عندك حماية من عند الرحمن. وأيضا قراءة المعوذتين. المعوذتين: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أيضا من الأمور اللي كيشعر بأنه مسحور أو يخاف يتسحر وعنده الفوبيا من عاشوراء، طريقة سهلة. إلا كان إنسان ربما بعض الموظفين وبعض المستخدمين ما كيبقى لي الوقت فين يصلي ويقرأ القرآن، يقول لك أنا عندي وقت ضيق مسؤوليات. نعم، هناك طرق سهلة. أن تتصبح بسبع تمرات عجوة. تمر العجوة هو تمر رفيع المقام من تمور المدينة المنورة اللي لكلا منه سبعة كل صباح تصبح به ما تشد فيه السحر. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ذاك اليوم ما يشد فيك والو. وبعض العلماء قال لك تمر العجوة هو المطلوب، ولكن يرجى أن يعم ذلك في جميع أنواع التمور. يعني أي تمر خذ سبعة تمرات في الصباح ربي يحفظك. خصوصا أيها الأحبة الكرام، الحفاظ على أذكار الصباح والمساء لا بد أن نواظب عليها. فنبي الرحمة يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نقولها في الصباح ونقولها في المساء، وخلي المشعوذين يديروا اللي بغاو، حتى حاجة ما غتشد فيك بإذن الله. واللي بغى الحماية الكاملة ما عليه إلا بالكلمة الطيبة، كلمة سر الوجود، كلمة مفتاح الجنة، كلمة لا إله إلا الله، يقولها كل يوم 100 مرة. هذا ما يوقع له ولو. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. أعظم شيء هو تقول هذا الذكر 100 مرة في النهار، عندك أجر وتواب. هل اعتقتي 10 ديال الرقاب، 10 العبيد والإماء، اعتقتهم العبودية ولو أحرار، وكتكتب لك 100 حسنة، كل حسنية حسنة، وكتمحى منك 100 سيئة. وعاد إبليس وجنوده ما يقربوش لك، كانت لك حرزا من الشيطان حتى المساء. ما هي؟ بساطة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نقولها بإذن الله، وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويرعانا ويبارك فينا. فكنقول للأحباء الكرام، أي واحد بغى ربي يحفظه من الأمراض والأسقام وخطر المشعوذين والسحرة، خصوصا في هذا الشهر الفضيل، يتبع هذه المعلومات اللي ذكرناها، اللي هي ببساطة فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى، وفيها الحفاظ على صلاة الفجر والصلوات الخمس، وفيها تلاوة القرآن خصوصا آية مخصوصة البقرة، آية الكرسي، المعوذتين، وكذلك يتصبح بتمر العجوة، ويكثر من أذكار الصباح والمساء، وخصوصا كلمة لا إله إلا الله. اللي ما لقى ما يدير، يبقى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول 100 مرة أو أكثر من ذلك بلا عدد، وغتشوف الحمد لله الصحة والعافية والمناعة النفسية والجهاز النفسي قوي، والبركة ديال الله تعالى، والحسن الحصين عليك وعلى أولادك وعلى زوجتك وعلى تجارتك وعلى صحتك وعلى الأحباب من حولك.
فلنكثر أيها الأحبة الكرام في هذه الأيام من قولنا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. عدنا أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونذكر بأرقامنا الهاتفية الموضوعة رهن إشارة الجميع، وهي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ونبدأ بأول مكالمة من مكناس مع أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحاج كي داير شوية؟ مرحبا للا، أهلا وسهلا. ربي يخليك الحاج، راه حنا والدي عافاك تكدا عليا مع الجوج ديالي مع وليداتي، الله يسهل عليك، الله يخليك الوالدين. يا ربي يا كريم يا ربي. بغيت نحكي لك عافاك واحد المشكلة واقعة ليا مع نتيبي، عافاك وشوف ليا حيت أنا درت، عافاك يشوف لي يعطيني واحد السي الله يسهل عليك. مرحبا للا. أنا عندي واحد البنيتة مجوجة، وكل ساعة كيتكلفص عليها، وكل ساعة كيضربها، وكل ساعة كيدير، وصلنا الطلاق وصلنا لداكشي، ورديتها له. ودابا في هاد الايامات العيد مشيت عندها لقيتها دارها، منين هضرت معاه ما خلاليش، بقى كيغوت عليا وكيعايرني ما خلاليش. ودابا انا حرمته كاع في خطره، دابا بنتي حالات لواحد الدار ما عرفاش حتى فين ساكنه، ودابا انا حرمته كاع، ما قلت له ما هو نسيبي، ما انا نسيبته. لا حول ولا قوه الا بالله. وتشوف تشوف الحاج، نشوف الخير اللي درنا فيه، الخير الله سبحانه الله، واللي ما عندوش الاحترام خايب من تيتواش. لا حول ولا قوه الا بالله. ما كنهضر معاه تينو تيسبني انا، وكيف كيخطفني وانا عندي واحد الوليد ما تنقدرش نقولها له، كنخاف عليه، ما تنقول له شو الجوج ديالي غير درويش. لا حول ولا قوه. وانا كندعي غير الله سبحانه الله، هو اللي خلقه هو اللي قدر. لا اله الا الله، يديم خلق يا رب، الله يديم خلق ما شاء الله. انا حرمته ما نهضر معاه ما نتكلم معاه. ما شاء الله. كاينه عنده. ما شاء الله. ما شاء الله. عييت ما نصبر ليه الحاج، عييت ما نصبر ليه. فين ما تيوقف معايا تيبقى يعايرني، فين وقف معايا تيبدا يسبني. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت شوف الخير اللي درنا فيه، وخير الله سبحانه الله، كنت شوف الخير اللي درنا فيه، وانا ما تيراعيش، كيضرب كل شيء في الدارو. لا لا، ام احمد عنده معاه شي وليدات؟ عنده معاه بنيته. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يلطف يا رب. لقات ولا عاود جا رغبني ورديتها له، وقلنا زعما الله يلعن الشيطان على وجه هذيك البنيته، واني ما تيحتارمنيش. دابا انا محرمته، دابا ما يمكنليش نهضر معاه كاع في خطره. لا حول، الله يلطف يا رب، الله يلطف. شكرا لكم. كيف ما نصبر له، فين ما كينوض كيضرب بنتي كنهضر معاه فين غيغسلني. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يلطف يا رب، الله يلطف. ما شاء الله. ام احمد يبدو بانها كتالم واحد الالم شديد. الغريب أن من أفظع وسائل القهر هي أن بنتك فلدتك بيدك لكتولدها وكتحافظ عليها وكتعطيها هدية لواحد الإنسان، وكتمنى أنه يصومها ويتهلى فيها لأنها جنس لطيف، ماشي بحال الذكر، وليس الذكر كالأنثى، راه عمل الراجل بحال المرأة، الراجل راجل قوي صلب لأنه خلق من التراب، يسمى الجنس الخشن، والمرأة كتبقى دائما امرأة. حواء خلقت من المادة الحية الجنس اللطيف، كتولد البنت كتربيها وكتعطي الهدية لواحد الإنسان يتزوج بها، ومن بعد كتجيك مضروبة وكتجيك مغيرة وكتجيك مقهورة. هنا أنت كتقهر، رأيت رجال عظام في مستويات رفيعة المقام، وكيبان لك حتى واحد ما كيقهرو، ولكنه كيتقهر ملي كيلقى البنت ديالو زوجها والراجل كيعذبها. كاين بعض الرجال الله يغفر لنا ولهم كينسى بانه حتى هو غدا غيصبح اب، وحتى هو بنته غادي يعاود يزوجها لانسان اخر، وحتى هو غادي يستاء الى اذى ليه بنته. للاسف الشديد الفلك يدور والسويع بالداله. لالا ام احمد الله يرزقك الصبر يا رب يا كريم. هاد السيد هذا خاصو اللي يجلس معاه، لانه مادام كيضرب البنت طلقها وما استفش من الاخطاء ديال الطلاق الاول، ومازال كيعاود اخطاء ثانيه، أكيد أنه المسألة ماشي قانونية في المحكمة، المسألة هي جلسة لإعادة ترتيب الأوراق من جديد. يقدر يكون الإنسان عنده عقد نفسية، عنده ضغوطات نفسية، إما يقدر يكون عنده كبرياء أو متعالي في الشخصية أو عدواني في الشخصية، والسبب ذلك أنه تلقى تربية خاطئة خاصة اللي فك ليه ديك العقدة.
غالبا هؤلاء الرجال اللي في هذه الصفات ليس عيبا انه يمشي عند واحد طبيب نفسي او عند كوتش او عند فقيه ويقول لها كيوقع لي وقع لي، بغيت نتغير، بغيت نتجدد. حنا لماذا كنصادفوا السنه الهجريه الجديده وكنحيوها لكي نتجدد؟ حنا كلنا خطايا، ولكن المفروض نغير الشخصيه ديالي والفكر ديالي والسلوك ديالي. ربنا عز وجل قادر بان يفعل هذا بنا، لكنه من فوقنا يتنزه وناظر كيف نصنع. لابد ان نبذل مجهود لكي اتغير واتجدد الى الافضل، وان التمس الاعذار للاخرين. هذا الرجل اللي كيضرب المراه ديالو، يكفي انه يوم القيامه يبعث في واحد الصوره مخيفه. سماه النبي الكريم، سما ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. كينادي عليه في القيامه اللئيم اللئيم اللئيم، يشار اليه بالبنان. الناس يلتفتون خلف فكيلقوا فلان راهو اللئيم. لماذا سمي اللئيم؟ قال لانه كان يضر بزوجته بلا سبب منطقي. هذا اللئيم، ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. دل ام احمد، هذا السيد لا داعي لانك تقطعي مع العلاقه، حتى قطعتي العلاقه راه بنتك فلدتك بيديك عنده. خلي الود متواصل، خلي داك شعره عثمان بينكما متواصله، ما تقطعيهاش باش تقدر. ممكن نقطعها واحد الفتره للردع، الردع نعم، ولكن لابد نحافظ على بنتي وعلى بنت بنتي، لان عنده اغلى ما املك. ولا قدرتي لالا ام احمد انك يكونوا وسطاء. بعض الناس كاين بعض الرجال فضلاء كرماء واحد المستوى رفيع، كيقدر يدخل بخيط ابيض ويجلس معهم واحد البراتتين ويجلسوا بطريقه شعبيه. ما نحتاجوا نمشوا عند شي مؤسسه او شي مكتب دراسات، جلسه شعبيه بريتتاي ونتكلموا اش دركم، علاش نتوما هكذا؟ الا كان شي واحد من العائله كان افضل. ما كانش كنقدر نمشي للمجلس العلمي اللي انا كنسكن حداه، ونمشي عند الفقيه تمايا ديال المجلس العلمي وكيدلني على بعض الناس راهم كيقريوهم وسائل الاصلاح بين الازواج، وكيجي كيقول لك اما يجون عندي المجلس العلمي ولا انا نمشي لعندهم. كاين ناس اهل الخير، علماء افداد، فقهاء اجلاء، هما كيسعوا في هذا الخير. وكاين اخوات فاضلات نساء، نساء في المجلس العلمي متفرغات بالسياره ديالهم، ملي كتقول لها راه واحد فلانه كيضرها راجلها وما لقاش مع من نتكلموا، كيمشيو يشريو الحليب والتمر، وكيتموا يجيني واحد ثلاثه العيالات بعقولهم استاذات فاضلات، وكيقول لهم غنجلسوا معاكم نشربوا كويستتاي، وكيتكلموا وكيحاولوا ما امكن يصلحوا بين النفوس. فلالا ام احمد، اسال الله الكريم ان يجمع شمل ابنتك، وان يوحد بين القلوب في هذه السنه الهجريه السعيده، وان يهدئ الخواطر. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يجمع شملكم ويسعد قلوبكم. اللهم امين يا ربي يا كريم. نتحول من مكناس الى الدار البيضاء مع اخينا سيدي ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيداير سيدي الحاج؟ لاباس عليك؟ الحمد لله مولاي. الله يبارك لك سيدي الحاج، كنشكروك. العفو مولاي. الله يبارك لك سيدي الحاج. سيدي الحاج بغيتك تداعى معايا و... يا رب. تداعى معايا وشويه مهموم. اش دارك اخويا ابراهيم؟ وسيدي الحاج يعني تنقول لك يعني هذه الحياه يعني واخا يعني كنخدم كندير، ولكن حتى شي حاجه ما كت لا اله الا الله. يا خويا يعني اذا شي حاجه ما كتوفر ليا ما لا اله الا الله. شحال عمرك سي ابراهيم؟ 30 سنه. خدام شويه؟ خدام شويه. وكتفكر انك تزوج ولا مازال؟ نعم سيدي الحاج كنفكر اني يعني نتزوج، ولكن يعني مازال ما عنديش الامكانات يعني. لا اله الا الله. الله يكمل لك الرجاء سي ابراهيم، الله يكمل لك الرجاء. امين سيدي الحاج. ان شاء الله غير تفائل بالخير وربي غيجيب الخير باذن الله. لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا هو المشكل ديال معظم شبابنا في الوقت المعاصر. كيكون الشاب خدام، ولكن ديك الخدمة المدخول ديالها متواضع. ملي كيلقى أزمة السكن، الكراء، فاتورته عالية، الماء والكهرباء، النقل، التطبيب، التمدرس، والمدونة. إلا قدر الله قدر الله ما توافقوش المدونة، كتنزل على الرجل بواحد المجموعة ديال المصاريف، كيعود الإنسان يتخوف. هذا اللي فكر بهذا المنطق، المنطق ديال التخوف، الفوبيا ديال الخوف والهلع، راه كيبقى بلاصتو. الانسان يتفائل يتفائل.
اللي كيميز الجيل السابق ديال ابائنا واجدادنا على الجيل الحالي، الجيل السابق كان فيه النيه. كنسول شي واحد كبير في السن، نهار تزوجتي شحال كنتي كتملك؟ يقول لي كنت كنملك لي عشا ليله، عشا ليله، وزعم وقال بسم الله، وغير بدا في الزواج ويفتح لي الله ابواب الرزق، وتبارك الله ولد الاولاد، ودار الديور، ودار الارض الفلاحيه، ودار الممتلكات، ومشى للحج، ومشى للعمره، وفاض الخير على الجميع. كيقول لك عمري ما كنت كنتوقع نوصل لهذا المستوى اللي وصلت ليه. ملي كتبغي دير واحد البحث علمي، واحد التحليل منطقي، ما الذي وقع بين ايام زمان واليوم؟ اليوم الخير اللي كاين في العالم هو اعظم خير كاين في التاريخ البشريه. اليوم عندنا التطور التكنولوجي، عندنا التنميه الاقتصاديه، عندنا التنميه البشريه، عندنا التخطيط العائلي، عندنا التداول على الحكم ديمقراطيا، الحفاظ على حقوق الانسان، وسائل الاعلام، عندنا كل الخير الحمد لله، خير كثير. اش ناقصنا؟ علاش الجيل السابق من ابائنا واجدادنا كان اسعد منا وكانت الامور ميسره لديه؟ كان كيدير النيه، النيه، وكيقول لك الانسان مرتبط بنيته، دير غير النيه، قل بسم الله توكلت على الله بالقليل، وربي كيجيب لك التيسير العظيم. سي ابراهيم دائما توكل على الحي الذي لا يموت. الانسان المؤمن ملي كيرتبط ماشي بالمؤسسات، ما كيرتبطش هويا بالاحزاب او بالنقابات او بواحد المجهود او شي هيئه معينه، يرتبط بمالك الملك. يا سلام، جرب اخي الفاضل وقل انا مرتبط بمالك الملك. هذا هو الارتباط القوي، الارتباط الاساس الذي يربطني في هذا الوجود، في هذه الحياه، هو الارتباط بمالك الملك، بالله جل جلاله. وسترى عجائب قدرة الله، سوف تشعر بالقوة، لأن مالك الملك قوي ويمدك بالقوة. سوف تشعر بالغنى، لأن مالك الملك غني وسوف يفيض عليك من رزقه. سوف تشعر بالسكينة والطمأنينة، لأنها تأتي من عنده سبحانه وتعالى. وتلقى بأن الأمور كلها ميسرة، التسخير الإلهي، التسخير. راه الناس السابقين يقول لك انا هذا الفضل ما عرفت منين جاني، هذا الرزق ما عرفت منين جاني، جا من التسخير، من اللي كتفوض الامر الى الله. للاسف الناس كيتكلموا على التخطيط الاقتصادي وعلى بقضايا دنيويه محضه، حسابات وارقام، وكينسوا بان فوق الحساب هناك رب الحساب الذي يامر الشمس فتشرق من مشرقها وتغرب من مغربها، الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا، رفع السماوات بغير عمد، الذي جعل الكواكب والنجوم كلها تسبح في الفضاء دون أن تصطدم بعضها بعضا، الذي يأتينا بالخير في وقته وإبانه، مطر، صيف، خريف، شتاء، نعم لا تعد وتحصى. أخي إبراهيم، حاول أن تكون متفائل وأكثر من ذكر الله. والله العظيم أعظم شيء في الوجود، إذا كانت شي وصية ونسدو كاع هذا البرنامج كله، حاجة وحدة وتنفعنا جميعا، جميعا حاجة وحدة، أكثر من ذكر الله. والله من أكثر من ذكر الله كان من الفائزين، لأن ربنا عز وجل يقول اذكروني أذكركم، على قدر ذكرك لله في الأرض يذكرك الله في السماء. وإذا ذكرك الله في السماء هي لك الأسباب في الأرض. فقط وصية واحدة إبراهيم، أكثر من ذكر الله، وغتلقى بأن الله تعالى يمهد لك الأسباب، فين ما مشيتي رابح، وغتلقى مع وجوه الربح، وعمر شي واحد ما يقدر يضرك، حتى غير كيبغي يضرك كيصنعني الله عدو من نفسه، وكتشعر بواحد الخير عظيم يعم عليك وعلى من اقاربك. اسال الله الكريم سي ابراهيم الله يصلح الشباب ديالك، ورزقك الذريه الطيبه والزوجه الصالحه والرزق الوفير والخير الكثير، ويجعلك من اهل الله وخاصته. اللهم امين يا ربي يا كريم. نتحول من الدار البيضاء الى الشاون مع اخينا سيدي احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامة ورحمه الله، طيب قريبي. حياك الله مولاي. الله يبارك فيك، وكيف انت؟ الحنجره الذهبيه، كيف انت يا الحبيب؟ الله يعلي مقامك سيدي احمد، الله يرفع مقامك مولاي. الله يبارك فيك ويرحم لك الوالدين، وشكرا على البرنامج. انا هذه في 6 سنين وانا متبع البرنامج ديالكم، والموجة عندي من النمره ديالكم ما كان حيداتش بصفه نهائيه. اكرمك الله واعزك الله خويا سيدي احمد. اسيدي طيب الكريمي. نعم سيدي. الله يجازيك بخير. واحد الاخ عندي مريض بالسكر
وهذه شي 4 سنين هو يطمع يشبر النمره ديالك وما تشبرش له شي حول ليا قال لي قلبت يطمع تشبر النمره ديالو ويدعي معايا الله يبارك فيك الله يحفظك الوالدين يا ربي يا كريم اخويا سيدي احمد يا ربي يا كريم وقع واحد اخر سيدي الله يجازيك بخير نعم سيدي لا كاسيت في السرايل الله يجازيك بخير انا هذه واحد 3 سنين نهار الاولي من رمضان ايه حلمت نهار الاولي من رمضان حلمت بانه جيت لعندك الدار البيضاء وعندك تاك مهنه ومهنه وقلت لي اشري شي بغيت قلت لك ما باغي منك والو باغي عندي نزورك وفقت سيدي هذه هي الحلمه لا اله الا الله لا اله هذه محبه لله تعالى محبه إيه؟ لله متبادله سيدي احمد الله يكمل لك الرجاء الله يكمل لك الرجاء هذا دلاله قلبك الحمد لله عامر بالايمان وانك مستغني بالله عن الخلق وان قلبك فيه المحبه والايمان سيدي احمد طيب نعم سيدي وهذا الاخ كيوكل عليا بزاف الله يجازيك بخير دا معاه وانا كنقول الاخوان في كل مكان الله يجازيكم بخير بالف خير الى ما نقولوا معنا امين هذا السيد راه فقير وطالب وكيمشي للخارج وكيجول ومرض بعض السكر وكل عليا قال لي الى هداف مع الطيب الكريمي قول له يدعى معي دعوه الخير يا رب يا كريم ان شاء الله سيدي احمد لا اله الا الله وهاد الناس فيهم النيه شوف هاد النيه راه باقا النيه راه اللي قال لك الاجيال السابقه من الاباء والاجداد كانت فيهم النيه وهاد العصر ما كايناش مازال كاينه لكنها خفيه وحنا كنسمعوها في مثل هاد المكالمات هاد الانسان راه ممكن يشفى بنيته كان سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أعطاه الله كرامة كان يبرك الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ولكن اش قال الأتباع ديالو قال لهم إيمانكم يشفيكم بمعنى النية ديالكم الصادقة والإيمان ديالكم يشفيكم فمجرد أن الإنسان يكون عنده النية القوية راه يشفى بأمر الله والدعاء هو الذي يغير كل شيء يغلب حتى القدر القدر اللي كان مكتوب بالدعاء يغير كما قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد إلى السماوات العلى في الإسراء والمعراج وسمع أقلام تكتب وتمحو فقال يا جبريل ما هذا الذي يقع قال هؤلاء الملائكة المكلفين بكتابة القدر يكون قدر عند العبد مكتوب في بطن أمه أجله ورزقه وشقي أو سعيد لكن ذاك العبد كيدير شي عمل مبارك أو كيدير شي دعوة صادقة أو كيدعو مع الناس واحد دعوة قوية فيتغير القدر في السجل فيأمر الله تعالى بأن يمحى ما كتب له من مرض أو سقم أو ابتلاء ويبدل برزق وفير وخير عميم فنزل قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فاللهم يا رب يا كريم ببركة هذه الآية هذا الرجل الفاضل الفقيه طالب أخ سيدي أحمد بن الشاون اللهم إنك ابتليته بمرض السكري وأنت القادر على شفائه اللهم نزل خفف ما نزل اللهم خفف ما نزل اللهم بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شافه وعافه اللهم بحق قولك وإذا مرضت فهو يشفين شافه وعافه اللهم بحق قولك وشفاء لما في الصدور شافه وعافه رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما يا رب بدله دما خيرا من دمه يا رب بدله عصبا خيرا من عصبه يا رب بدله لحما خيرا من لحمه وبدله عظما خيرا من عظمه وجلدا خيرا من جلده وشعرا خيرا من شعره وسنا خيرا من سنه وظفرا خيرا من ظفره اللهم شافه وعافه قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين ونتحول من شاون إلى فاس مع لالا بشرى ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمي أنا فرحانة بزاف دابا من الصباح وأنا كنبغي العيد دابا بالخير قلت يا ربي اكتب لي نهضر معك اليوم يا ألف مرحبا بنتي بشرى أمي أنا كنحس تكون غير اليوم عيد وأنت على خير لا إله إلا الله كنشوف ما عندي الدار في شي حاجة أنا الوحيد الله يرزقني زوج صالح اللي نقدر نعيش مع حياة مزيانة لا إله إلا الله أمي أنا غنقول لك أنا دابا عندي 22 عام
عايشه وسط العائله تاعي بخير. بالحق كل واحد كيجري ورا المصالح تاعو، انا منسيه. لا اله الا الله. وفاش كنقول لهم بغيت ندير شي صنعه ولا شي حاجه، كيقولوا لي وانت بغيتي غير تخرجي، بغيتي شكون غيقابل الدار وخوتك كيقرا وبزاف ديال الحوايج. لا اله الا الله. بحكم دابا خويا، عندي واحد خويا نجح وسافر لبلاصه واحده اخرى ومشات مع الام تاعي، يعني بقيت انا دابا هي اللي يعني كندير الدار وحامل اتعب تعب فوق كتافي. الله يصطفى يا رب. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، انا دايره جايه في الله يا رب. الله يكندي الله، يعني الله يرزقني قد ما صبرت يرزقني الخير ان شاء الله. يا كريم يا كريم يا كريم يا رب. انا قصدك وقصد المستمعين اللي يديروا معايا يا رب. وانا الحمد لله وشكرها على كل ما قسم لي. ان شاء الله غادي يكون خير لله بشرى، غادي يكون خير عظيم باذن الله. شوف بنتي كيقول لك لكل منا نصيب من اسمه. انت اسمك بشرى، وان شاء الله البشرى كله غادي يكون لك باذن الله تعالى. بشرى خير باذن الله. هذه البنيه بشرى اعطتنا واحد الصوره على واقع بعض الفتيات في بلادنا، ملي كتكون ديك البنيه بحال محقوره، ما كتكملش التعليم والدراسه ديالها، ما كديرش شي صنعه اللي ممكن تستفد منها، ومن بعد كتبقى دائما كتشعر بانها ضعيفه، انها مهمشه، انها غير قادره على مواجهه الحياه. وكنساو بان البنات راه ماشي بحال الرجال، كنقولوها وكنكرروها مره ثانيه، راه البنت بنت، راه احساسها مرهف، راه خصها عنايه ورعايه، والوالدين احتضان، كلمه طيبه، تجاوز على الخطا، غمض عين وسد الاخرى وخلي الامور تمشي، حاول ما امكن تعامل معها بلطف. بعض الفتيات ملي كيلقاو القهره، شوف باش بنت بشرى قالت كنا كنشعر بالتهميش بالقهره، ما عندي زهر، عندها احباط نفسي. ابدا اختي بشرى، ان شاء الله ربي غادي يكمل لك الرجاء، وربي غادي يصوب لك الامور ديالك، لانك اسمك بشرى، والبشرى كتحمل معها دلالات ومعاني الخير والبركه والتيسير. فقط بشرى غنوصيك ببعض الوصايا. اول حاجه خليك في الطاعه ديال الوالدين، لان اللي عنده الطاعه ديال الوالدين هذاك راه عنده المفتاح الاعظم، مفتاح البركه والتيسير. خليك مع الوالدين دائما بالطاعه والسمع واللين معهم. ثانيا بشرى، على قدر ما انهم ربما قال لك شقاي وخدمي، يكفي ان شرف ان تقضى على ايديك حوائج الناس، هذا اللي كتقضى على حوائج الناس الغرباء وعنده اجر وثواب، فما ظنك بان تقضى عليك حوائج العائله، هذا راه مكرمين عند الله. ان لله اناس ما هم بالانبياء ولا بالشهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء من منازلهم من الله. ربك يرفع مقامهم، يجعلهم في واحد المجلس قريبين من الله، اكثر من الانبياء واكثر من المرسلين. وجوههم من نور ويبعثون على منابر من نور، يمرون على الصراط مرور البرق الخاطف. سيدنا رسول الله يوصفهم هكذا، الصحابه تعجبوا، قالوا صفهم لنا يا رسول الله، شكون هؤلاء؟ قال هم قوم تقضى على ايديهم حوائج الناس. داك اللي كيخدم كيدمر نهار كامل هو كيدمر، والناس الاخرين كيستافدوا. عندك تقول بانك انت ضائع وتقول انا مهمش وعندي الحقره، هذا في الفكر الماركسي الليني القائم على صراع طبقي. لا، في الفكر الديني الاسلامي الخالص، انت ماجور وانت من اهل الله، وانت تقضى عليك حوائج، على يديك حوائج الناس، اذا انت في مرتبه ديال هؤلاء القوم الذين ما هم بالأنبياء ولا بالشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء من منازلهم من الله. أنت من الذين هم نور ووجوههم نور، ويمرون على الصراط مرور البرق الخاطف، ويبعثون على منابر من نور. فأنت بنتي بشرى مع العائلة كوني هكذا، هادو لك يخدموا الناس الأجانب، فما ظنك بمن يخدم العائلة؟ غادي تطيبي، غتشقاي، غتسخري، غتجفي، غتصبني، اعتبر داكشي كله عباده وطاعه واجر وثواب. راه كل ميسر لما خلق له، اللي هيئ الله للعلم، اللي هيئ الله تعالى للنفقه، كيجمع الاموال وكيخرج الزكوات، اللي هيئ الله تعالى للجهاد اعلاء كلمه الله، اللي هيئ الله للتمريض والتطبيب، كل فين هيئ الله تعالى؟ انت هيئك الله تعالى لخدمه البيت، ربة بيت. ان شاء الله بهذه النيه
غتباني دابا انت واقع لك واحد واحد الستار ما بيناش كيتسمى غير منظوره غير منظوره. الزوج باقي ما شافكش واخا كاين دابا شباب ورجال بغي يتزوجوا انت غير منظوره. ملي غتبعي هذه الفلسفه وهذا السلوك في الحياه ان شاء الله يرفع الستار وستصبحون منظوره باذن الله. وغيجيو الخطاب وغيجيك الراجل اللي ما بغاش مراه موظفه او مراه ثريه او مراه مثقفه، بغى مراه ديال الدار كطيب وكتشقى وكتربي الوليدات وكتعاشر مع العائله بالمحبه والموده، وفي ما دقيتي الباب كتحل لك الباب بابتسامه وتعمر بالرتاتاي وتضحك معاك والحياه زينه. هكذا غيكون لك ان شاء الله. فكوني مطمئنه بنتي بشرى، الله يكمل لك الرجاء، الله يسعد القلب ديالك، ورزقك الله واحد الزوج يكون صالح مبارك ويكون ان شاء الله تعالى فيه الرزق الوفير والخير الكثير والموده والرحمه. بشرى لك يا بشرى، وبشرى لكل بناتنا واخواتنا اللي مادين يدينهم للحنه وكيطلبوا من الله تعالى يبشرهم بازواج صالحين وبذريه طيبه. وهذه المقطوعه نهديها لابنتنا للا بشرى من فاس، اللي كتقول بان ما عندها زهر وانها كتعاني من الحجره وانها منسيه وانها ضيعه. كنقولها بنتي بشرى ان شاء الله تعالى غيكون لك الخير القريب وزفاف ميمون ومبارك. وكنهديو ايضا هذه المقطوعه لكل فتياتنا العازبات اللي مازال مادين يديهم للحنه، ربي يعطيهم ازواج صالحين وتكون حياه كلها فيها البشاره والفرحه والسرور. كما نهديها ايضا لاخواتنا المطلقات اللي كيشعروا بانهن ما عندهم زهر مكسوره الجناح، ان شاء الله ربي يعوضهم خيرا مما ضاع لهن. وكنهديوها ايضا هذه المقطوعه بشرى لنا حتى لكل النساء المتزوجات ان يجدد الله تعالى المحبه والموده بينهم وبين ازواجهم على الرحمه وعلى التفاهم. ونواصل في استقبال المزيد من المكالمات. ننتقل الآن من فاس إلى إقليم الحوز مع لالة فاطمة الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيداير عمي الطيب لاباس عليك؟ الحمد لله بنتي الله يبارك فيك. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج وعلى الإذاعة ديال ميد غاديو، راه مزيان تبارك الله. أكرمك الله لالة فاطمة الزهراء. كنشكركم بزاف راه ساعديننا مزيان، السي مامون التربية حتى هو كنسلم عليه. مبلغه لالا. وكنسلم على كاع عمالين اذاعه ميد غاديو، كنشكرهم بزاف على هذا البرنامج، راه ساعديننا مزيان. وهذا المهم كاع داك الشيء اللي كتقول في البرنامج كنديروه مع الاذكار مع داك مع المهم وذاك البرنامج اللي كيكون في الصباح تا هو برنامج زين. كنشكركم كل البرامج اللي ديال ميد غاديو راه كلهم زينين. كنشكركم بزاف وكنطلب الله تبارك وتعالى يديرهم لكم في ميزان الحسنات. الله يكثر خيرك فاطمه الزهراء، هذا كلام جميل والشهاده نفتخر بها لاله فاطمه الزهراء. الله يكثر خيرك لاله. شي عمتي بغيت نسولك، عندي واحد السؤال على الكريدي ديال بحال دوك المواد الغذائيه اللي كيكريديهم الانسان قبل ما يمكن الفلوس كيخلص، واش هذا الشيء ماشي شي حاجه فيها الذنب ولا شي ولا حرام ولا شي حاجه؟ واخا لاله اياه باذن الله. كنشكرك وكنسولك على المهم في الصلاه ديالي كما كنصلي كان المهم كانت الصلاه شويه. اش كيوقع لك؟ المهم كانت الصلاه شويه كما ما كنعرفهاش، المهم ما كنعرفهاش صليت جوج ركعات ولا ثلاثه، بعض المرات كيوقع لي هذا الشيء. نعم لاله واخا فاطمه الزهراء. واش الله يجزيك الله يرحم دين دينك. شكرا لك بنتي فاطمه الزهراء، الله يكثر خيرك، الله يصلح دينك ويزيدك الله تعالى حرص على الايمان والتقوى، ويصلح الله دنياك ويسعد ايامك فاطمه الزهراء. الكريدي في المواد الغذائيه، الكريدي اصلا هو الدين، والدين هذا امر معتاد الناس كيتعاملوا به جميعا. واطول ايه في القران الكريم هي ايه الدين. الدين شيء مباح. ربنا عز وجل يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق. أطول آية في القرآن الكريم هي آية المداينة. الناس كيتبايعوا وكيتشاروا بالكريدي، الدين مباح. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياما اشترى وباع بالدين حتى إنه توفي وذره مرهون عند يهودي. كان كيتعامل كيعطيه واحد البضاعه وكيخلي عنده الضمان، خلى عنده الضمان الذرع ديال الحرب، خلى عنده ضمان وخد عنده بعض المال ليقضي حوائج ديالو. فكل شيء كيحتاج. لكن شنو هو الكريدي الممنوع؟ هو اللي فيه الفوائد، الفوائد هذاك هو اللي ممنوع.
لأن العلماء يقولوا كل قرض جر منفعة فهو ربا. الكريدي هو القرض، كل قرض جر منفعة فهو ربا. فإذا كان الكريدي في فوائد زائدة هذا كنقولوا راه حرام. أما إذا كان كريدي أعطيتيني وعطيتك إلى أجل مسمى هذا كيتسمى مباح. بعض الشركات اللي كتبيع منتوج معين سواء مواد غذائية أو مواد تنظيف أو مواد منزلية أو غير ذلك كتلقى الثمن ديال البضاعة كيزداد. مثلا إنسان بغى يشري ثلاجة غادي يقول لك 5000 درهم دابا كونطون تعطيها لي دابا 5000 درهم، يقول لك إلا بغيتيها على 6 شهور غتصبح 6000 درهم مثلا، ولكن 1000 درهم زايدة كلها. علاش؟ يقول لك ذلك الزمن، هذا كيتسمى البيع بالتقسيط الى اجل، هذاك ما كتسماش فائده، هذا كيتسمى الى شريتي مني البضاعه الان ثمنها كيسوى 5000 درهم، الى غتعطيني الثمن حتى لبنى 6 شهور راه كنبيع لك جوج المنتوجات، كنبيع لك ذاك المنتوج زائد الزمن، وهذا حلال، هذا حلال، هذا ماشي فوائد بنكيه او فوائد قروض، وانما هذا كيتسمى بيع لاجل بالتقسيط، فهذا امر مباح. اما عن الصلاه اللي كيوقع فيها السهو، الانسان الا كان كيسهى في الصلاه كيضيعها، لان الصلاه هي واحد العباده ساميه، وملي كينتهي منها صاحبها تدعو له او تدعو عليه، اللي كيصليها في وقتها بخشوع واطمئنان كتقول له الصلاه وهي ترتفع الى السماء، كتقول لي حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني، يا عبد الله يا أمة الله صليتي في الوقت وصليتي بالخشوع وصليتي بالطمأنينة وصليتي مع الجماعة حفظك الله كما حفظتني. وإذا أداها ولم يحسنها كتدعو عليه، كتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، أخرجتني عن الوقت وصليت وأنت غافل، وصليت وأنت تزهد في الجماعة وفي المسجد، ضيعك الله كما ضيعتني، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحرص أنهم اللي يبغي يصلي يعرف القيمة دي الصلاة، أنه يتوجه إلى من؟ إلى من يقوم؟ إلى رب العالمين. كان زين العابدين رضي الله عنه إذا توضأ وقام للصلاة كان وجهه يصفر ويحمر وترتعد فرائصه، فيقال له ماذا بك يا زين العابدين؟ يقول لهم ويحكم، أتدرون إلى من سوف أقوم؟ سأقوم لله رب العالمين. شوف غير الإنسان خدم في شيء إدارة معينة، جلس فوق المكتب ديالو وكينادي عليه الرئيس المباشر، غير كيسمع الجرس كتلقى كله كيترعد، غيقوم على الرئيس المباشر وغيتكلم معاه. أما إذا غيتكلم مع الرئيس الأعلى اللي في القمة وقال لهم جيبوا لي فلان، وتخطى جميع السلسلة التراتبية ديال الإدارة ونادى عليه المسؤول الكبير، راه كتلقاه ربما يفقد الوضوء ديالو من شده الخوف، كيترعد مخلوع، وهذا غير بشر، ما يعطيك لا حياه ولا موت ولا رزق، عطيك واحد الاجره غتعيش بها ودير هذه الحاله كلها. فما ظنك برب العالمين بمالك الملك الذي وهبك الحياه ووعدك بالرزق وبالخير وبالعطاء الذي لا المتواصل؟ فحري بنا اننا ملي نبغي نصليو نستحضر هذه المعاني في قلوبنا. الإنسان قد يقع له سهو في الصلاة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام الرفيع وقال يوما السهو في الصلاة، يقال إما الظهر أو العصر حسب الروايات، فلما صلى الظهر هو 4 ركعات صلى ركعتين فقط وسلم، فإذا بسرعان الناس يخرجون، الناس اللي هم مسرعين عندهم التجارة وعندهم الفلاحة وعندهم المشاغل، غير قال السلام عليكم السلام عليكم هزوا صبابطهم وخرجوا من الجامع، خرج سرعان الناس، وبقوا الآخرين يتساءلون بغاو يتكلموا ما عرفوش ما زعموش. كان سيدنا رسول الله مقلق وكان متوتر، كان شي ظروف ديال الحرب والمعاهدات وداكشي كثير كثير، سيدنا رسول الله كان باله مشغول وحتى واحد ما زعم يتكلم معاه. فقام رجل يسمى ذو اليدين، ذو اليدين كانوا عنده واحد يدي بحال الخليقه ناقصين شويه، فكان يلقب بذي اليدين وكان شويه زعم، فاتى الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال لي يا رسول الله
هل نسيت في الصلاة أم أن الصلاة قد قصرت؟ لأن هذا التقصير، هذا ركعتين الظهر أربعة ولو ركعتين تقصير. فقال النبي الكريم لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال إذا نسيت يا رسول الله، مادم أن ما تقصرت رك نسيت. فقال ابن مليك كنصلي ديك اللحظة خطر ببالي هذه المشاكل اللي وقع ديال الحرب والمعاهدات والناس والسلاح، خطر ببالي فنسيت فصليت ركعتين. فإذا بجبرائيل عليه السلام يأتي إليه ويقول إن الله تعالى أرادك أن تخطئ لكي تعلم قومك أحكام السهو في الصلاة إذا أخطأوا، لأن قومك سوف يخطئون كثيرا ومرارا وتكرارا، فربنا عز وجل أرادك أن تقع في هذا لتريهم كيف يقومون بجبر الصلاة. فقام جبرائيل عليه السلام فأما بالنبي الكريم هو الإمام وسيدنا خلفه سيدنا رسول الله خلفه، فأتى بركعتين ثانيتين ودار سجود السهو، ومن ثم شرع لنا سجود السهو. فالإنسان اللي كان كيسهى في الصلاة ديالو يحرص، يقدر ينسى واحد مرة بين الفينة والأخرى، لكن بعض الناس كينساو دائما وأبدا، هذه حالة غير طبيعية، خاصو لابد يعاود يجدد الثقة وفي النفس ديالو. وأحسن طريقة هو أنه يملأ وقته بالذكر في النهار، الذكر 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 في النهار. فإذا أتاك وقت الصلاة قتلق راسك بأنك الشياطين والوساوس والهواجس ضعيفة، وأن ذاك ربنا يمكنك من أداء هذه الفريضة بكل بساطة. الله يكمل لك رجاء لفاطمة الزهراء ويزيدك الله نور على نور. وكذا اعتذروا من مجموعة مكالمات هاتفية تتصل ثم ينقطع الخط بسبب طول بعض سوف أحرص على اختصار بإذن الله. غنتحول الآن من إقليم الحوز إلى القنيطرة مع ليلى نجية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ليلى نجية، مرحبا بك ليلى. أهلا عمي لاباس. الحمد لله بنتي، الله يبارك فيك. الحمد لله، بغيت نهضر معاك نخوي لك قلبي وتدعي معايا. يا رب. مرحبا مرحبا ليلى نجية. يعني عندي واحد المشكلة دابا كنوقع فيها. يا بنتي. كنت حاملة. إيه. عندي 8 شهور في كرشي، ماتت لي البنيته في كرشي. الله 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 اكبر. عاوتاني من بعد مرضت من هذاك الشيء، عاوتاني بقيت 4 شهور من 5 شهور وحملت عاوتاني في رمضان. مزيان. عاوتاني خسر لي نهار العيد. الله 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 الله. وانا كنعيش واحد الظروف واحد المشاكل دار، دابا وليت كنتعصب بوحديتي وليت نخاف على صحتي وعلى بنياتي، ما عرفتش شنو هو المشكل شنو ندير. ملي كنكون حاملة كيخرجوا لي الدواء وكنخاف منه، دابا ما عرفتش واش في الاول في البنات ديالي الاولين ما كنت كناخذ الدواء، ودابا في الثاني كيقول لي خذي واحد الخنيشات الدكتور وهذاك الشيء، ما عرفتش واش زعما هذا الشيء طبيعي. ودابا وليت كنخاف وليت كنتخلع بزاف. ليلى نجية، من قبل ما يخسر لك هاد البنية الأولى والبنية الثانية، سبق لك ولدتي يا ليلى؟ عندي جوج بنيات. الله يخليهم لك. أي وحدة في عمرها 14 عام وحدة في عمرها 8 سنين. وديك الساعة ما كانش عندك مشاكل في الحمل؟ لا، ما كان وقع لي الخسر ما بين البنت الأولى والبنت في الوسط. واش كنتي متوترة نفسيا أو عندك مشاكل في الأسرة أو العائلة؟ دابا في هاد الحموليه مني ماتت لي البنيه في 8 شهور. اييه. عندي مشاكل والعائله، دابا انا ساكنه مع العائله الناس ديالي وهداك الشيء، وهما واش بحال دابا مراد كيبخروا بزاف وكيكتبوا بزاف، وعندي انا يدرج بزاف، ما عرفتش شنو هو المشكل، واش من هداك الشيء وليت كنخاف على صحتي دابا بزاف، كنمرض بزاف، وليت اي حاجه كندير لها اتونسيون من الماكله من النعاس، واش دابا نتخطى شي حاجه، واش دابا نقي شي حاجه، خصوصا دابا هما كيبخروا قدامي وكيكتبوا وهداك الشيء، وانا الام على صحتهم، ولكن انا خايفه على صحتي. ما شاء الله. كان حرق لبناتي، دابا بنتي الكبيرة راسها كيحرقها بزاف وكتمرض لي، عاوتاني أنا كنمرض في الليل نطاش كيجيني النعاس، ما عرفتش شنو هو السبب. والأخت ديالي قالت لي كاينة واحد الشيخ تبارك الله وبغيت نهضر معاك تجي معايا. الله يشافيك ليلى نجية، الله يكمل لك الرجاء. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله، الله يشافيك. دابا أنا باغية نولد إن شاء الله، ولكن خايفة دابا نوقع في شي مشكل، وليت كنخاف بزاف. الله يشافيك يا ربي، الله يشافيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليلى نجية، السبب ديال هذا كتسمى السقط، سقط الجنين،
قبل الأجل المدة المحددة له له أسباب كثيرة كيعرفوها الأطباء وكيعرفوها الخبراء والأمهات والجدات. ربما العوامل اللي كيبان أنها وقع لك السقط قد يكون الدروج. أنت قلتي بأن السكنة ديالكم عالية فيها الدروج. المرأة اللي كانت حامل كيقول لك بأن ما خصهاش تمشى بزاف في الدروج. إلا كانت كتحمل تقول وكتمشي في الدروج طالعة نازلة طالعة نازلة ضق فلان هود حليه طلع عاوتاني هز معاه كذا. هذا كيأثر في إنزال الجنين. راه كاين بعض السيدات كيخسر ليهم الجنين غادي في السيارة مثلا في الدار البيضاء مثلا مدينة كبيرة كنلقاو دائما في الطرقات كاينين هذوك لي دودان. شحال من المرأة خسر ليها بنادم بسبب هذوك لي دودان. كتم غادي السيارة كتزعزع اليوم غدا بعدو يوقع لها إنزال الجنين. فربما أن الدروج هما العامل. كاين كذلك العامل الثاني قلت بأن هاد الناس كيستعملوا السحر وكيستعملوا الشعوذة والكتابة. راه دوك التباخرة التباخرة اللي كتكون هكا فيها مجموعة ديال البخور راه الجنين عنده واحد الحاسة كدير الشم وهو في بطن أمه كيقدر يشم واحد المجموعة من البخور اللي هو يا غير سنين فيتأذى به وكينزل. ويقدر يكون السبب كذلك أن اللي كيستعمل هذه الكتابات ربما في استحضار الأرواح الخبيثة. الأرواح الخبيثة فيما كتكون كتقوم بركض الجنين ركض بويضته ما تخليش يكمل. كاين هناك أرواح خبيثة اختصاصية في هذا الجانب سماها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ركضة من ركضات الشيطان يضرب الجدار ديال الرحم ديال المرأة ما يخلي تبت ذاك الجنين. ويقدر يكون ربما غير انت عايشة مع نفسك وأكيد أنك يوقع القيل والقال ولدتي البنات خصنا الذكار هاد الهواجس النفسية يوقع في هاد الأسباب. على كل حال الأسباب هي متعددة ولكن الحكمة عند ربي الأسباب. فلالة نجية غنطلب منك أنك سلمي أمرك إلى صاحب الأمر سبحانه وتعالى. هاد البنية اللي ضاعوا لك راه ما ضاعوش راه كيتسمى السقط وكيعطيهم الله تعالى سماهم في الحديث النبوي الشريف سماهم الوديعة اللي كيموت ليه الوليد أو البنيتة في الصغر ديالهم يقي الله تولد كيتسمى وديعة عند الرحمن. وهذيك الوديعة تتلقاه يوم القيامة على عتبة باب الجنة وكيعطيهم الله مقام الشفاعة. أي واحد مات ليه واحد الوليد سواء كان سقطا أو كان في السنوات الأولى من ولادته هذا كيتسمى وديعة الفضل اللي كيعطيه الله تعالى. لأن كل حاجة عندها تعويضات. ربنا عز وجل ما يمكنش يأديك وتأدى بواحد الابتلاء وما يعطيكش التعويض. كيعطيك تعويض وفير جدا. التعويض اللي أعطاه الله تعالى للوديعة هي أنك يعطيها مقام الشفاعة يوم القيامة. فالوالدين من اللي كيتبعتوا يلقوا على عتبة باب الجنة ذاك المولود أو تلك المولودة في صورة طيبة. فيعطيه الله الشفاعة كيقول لنا اشفعوا لأبينا وأمنا لأنهما هما أولياء نعمتنا. وقبل ما كيعطيهم الله مقام الشفاعة كيجعلهم يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. داخل الجنة كتسموا طيور الجنة وكيشفعوا في والديهم. حتى حاجة ما ضاعتك لالة نجية. هذيك واحد الرزيق ربي عز وجل بغاك تنتفعي به راه خباها لك وادخرها لك في الدار الأخيرة وتوصل لها إن شاء الله معززة مكرمة. حاولي ما أمكن أنك تجنبي الدروج مرة ثانية. حاولي ما أمكن إلا كانوا دوك الناس يديروا التباخرة نصحيهم إلا ما بغاوش أكثري من ذكر الله كلمة لا إله إلا الله وحدها حصن حصين. وارتاحي للنجية ما تبقيش هز الهم ديال الإنجاب. خليه يجيب وحده تلقائيا علاقة زوجية تلقائية والحمل تلقائي. راه كل شيء مدبر في السماء بأمر الله تعالى بلا ما نتوتر خصني نحمل دابا وخصني نولد في هاد الشهور وخصني ندير كذا. لا ما خصك والو. سلمي أمرك إلى صاحب الأمر راه هو سبحانه وتعالى يهيئ للأسباب. اعقلها وتوكل ولكن اتركها فإنها مأمورة. اتركها فإنها مأمورة. الله يكمل لك رجاء للنجية والله يشفيك ويداويك بفضله وجوده وكرمه. وغنتحول من القنيطرة إلى أكادير مع لالة حبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عم الحاج كدير بخير. حياك الله بنتي الله يبارك فيك. فرحانة عم الحاج تقريبا أنا شي عامين دابا وأنا كنتصل بكم ما كيشدش ليا الخط. الله أكبر. سمحي لنا بنتي سمحي لنا الله يجزيك بخير.
أعمل حاجة لما يتغداها معي. أنا تقريبا دابا في عمري 42 عام ولا 43 عام، اللي كيجي ما كيساش لي في الله. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هي كيتسنى راه الخدمة على موالين الدار، وما عندي زهر معاهم ولا مع خوتي ولا مع والدي. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يفرج عليك لالا حبيبة. عييت عم الحاج، عييت انا بزاف، ولكن ما كنطلب الله يعفو عليا ويحفظ عليا من عنده يا رب. حبيبة بنتي، كملت الدراسة ديالك؟ قريتي شي مستوى دراسي؟ لا لا عم الحاج، ما عمرني دزت المدرسة. الله اكبر، لا اله الا الله. كان راه خدمة. ودرتي شي صنعة في يديك باش تقدري تكسبي قوت يومك؟ لا عم الحاج، غير خدامة في الشركات، من الفيرما ومن الفيرما للشركة. الله مويومة. ما دام صحتك راك تاكلي، تقل الصحة الانسان كيتعب. قل صحتي مشات، ضاعت ليا عمي الحاج. انا دابا غير كنطلب الله يعفو عليا، ما كليتش بقيت نخدم كاع، ولكن كنشوف راسي لما جلست ما كاينش اللي يصرف عليا وعلى موالين الدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الوالد عندي مريض، والوالدة هي عيات، اخوتي ما انا اللي نقدتهم، هزيتهم من البلاد وديتهم لاكادير، ولكن ما قروش ليا بيه. لا حول ولا قوة. كلشي تزوج، كاملين تزوجوا وداروا ولادهم، وانا هي الكبيرة فيهم بقيت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا حبيبي الله يفرج عليك يا رب، الله يفرج عليك يا كريم. ملي كنت بقى صغيرة ديك 15 16 اللي كيجي عندنا ما كيبغيش الوالد، كيرفض، ما كيبغينيش يعطيني ليه. ودابا ملي لحقت على راسي اللي جا ما بقاش كيرجع. حبيبة لو ان نرجع بك الزمن الى الوراء 21 سنة أو 25 سنة، وجاك واحد الخطيب وأنت باقا مازال طفلة قصيرة عندك 15 عام 16 عام، وطلبك للزواج، كنتي غتقولي نعم ولا تقولي لا خصني تنكبر شوية ونقرا ونخدم وندير ونعقل؟ أنا ما كيخلونيش كاع نقول شي حاجة، ظهرنا ما كيخلونيش نهضر كاع، كاين اللي ما كنصيقش أنا كاع الخبار. لا إله إلا الله. كيقولوا لي البنات راه جا عندكم فلان وباك ما بغاش يعطيك ليه، كنقول لهم أنا ما في راسي والو. لا إله إلا الله. لا واش كان خايف عليك ولا كان ربما باغي تخدمي باش تجيبي لهم مساعدات ماديه؟ هو دابا كان با واحد ولد خالتي كان في الطاليان، ولكن هذاك ولد خالتي ما عمرو بغاني كاع. اه مسكين، هو الولد يفكر لك شي حاجه احسن، ولكن قدر الله. ما عمرو هو كاع هذاك ولد خالتي بغاني ولا سماني كاع، خالتي كانت باغياني وهو ما كانش باغيني. لا اله الا الله. ومازال ان شاء الله يكون خير باذن الله اختي حبيبه. مازال انت مازال عندك 42 43 سنه، مازال هناك زيجات حضرنا اليوم عندهم 50 عام و55 عام، وربي يكمل لهم الرجاء، ربي يكمل حتى الاخر الفتره متاخره، وربي يتجلى عليهم بالعطاء وبالخير يا ربي يا كريم. الله عم الحاج عساك الدعم يوفي معبر عيان شويه. الله يشافيه يا ربي يا كريم، نسال الله ان يشافيه ويبارك فيه ويحفظ لك الله الوالده والوالد والعائله جمعاء. لالا حبيب الله يكمل لك رجاء بنتي، الله يكمل لك رجاء حبيبه. الا قدرت يا بنتي واحد الذكر اللي فيه اسم الله الاعظم، قوليه دائما وابدا، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. هذا مقام الاستغاثه، لان الشابه بحال السن ديالك انها ضحات بشبابها وبصحتها ووقتها ومالها باش تحفظ العائله. انت تستحقين وسام شرف ووسام تقدير، حياتك كلها دوزتيها خدمه على الوالدين والاخوه وربيتي وكبرتيهم. انت ناجحه بمقام النجاح الرباني، انت ناجحه تستحقين وسام شرف. ولكن هاد التضحيه كنفكروا دابا الان المستقبل ديالك كي غادي يكون، ما نفكروش بزاف بالمستقبل. علاش؟ لانه بيد الله، غدا او بعده سبحانه الذي هو مكور الليل والنهار، الذي يرفع السماء بغير عمد، الذي امره بين الكاف والنون، اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون. ما تفكروش بزاف بالمستقبل لان كنحرقوا الطاقه ديالنا. المستقبل كله بيد الرحمن. نعم غنخطط غنبرمج، هذا كله لا ليس فيه معنى التواكل، دائما كنخطط الى رؤيه مستقبليه، ولكن لا اشغل نفسي برزق الغد،
لأن الله تعالى يقول يا ابن آدم ضمنت لك رزق اليوم فلا تسألني عن رزق الغد، كما أنني أمرتك بعبادة اليوم ولم أطالبك بعبادة الغد. فقط ابنتي للا حبيبة التوكل على الله، واضب على هذا الذكر، سجله، يتسمى ذكر الاستغاثة. يعني ربي راني كبرت وما كاين لا ولد لا راجل لا عائلة لا تقاعد لا مستقبل، كي غندير؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقضي لأمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. على الأقل غير المقطع الأول من الحديث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربي عز وجل وكل ملائكة في السماء، حينما يستمعون إلى هذا الذكر يفرون من السماء ويأتون إلى الأرض الدنيا ويقدمون الخدمات للعبد الذي يستغيث. ياما هناك روايات على الصالحين وقعت لهم شدائد كبيرة، واللحظة ديال الورطة يقول يا مغيث أغيثني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيسخر له الله في الطريق دياله وناس غرباء، هما كيبانوا بشر ولكنهم خلق من خلق الله، أعطاهم الله سر من أسرار الله، كيكونوا لك يعطوك خدمات وكيعطوك عطاءات وكيتقضى على أيديهم حوائجك بإذن الله تعالى. فبنتي حبيبة لا تيأسي ولا تحزني، الله يكمل لك الرجاء، الله يجمع الشمل ديالك ويسقك الله زوجا صالحا ويعطيك الله ذرية طيبة ورزقا وفيرا، والله يرضى عليك، الله يرضى عليك، راك انت ما خسرتيش، انت رابحة وكتستحقي وسام شرف وتقدير على كل الجهود اللي قمت بها، والخير إلى الأمام بإذن الله الواحد الأحد. وغنتحولوا من أكادير إلى فاس مع أخينا سي أسعد. السلام عليكم سي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذا وكلامك طيب، والله يجعل أيام كلها يمن وبركة سيدي وسنة سعيدة. الله يدخلكم بالصحة والعافية طول العمر. الله يبارك فيك عمي الحاج، بغيتك تدعي معايا، الله يكبر بك سيدي، راه عرفتي الحياة ديالي واقفة، واخا كنبغي نزيد شي شوية لقدام كنولي نرجع عاوتاني لمربط الفرس اللي درتها ما كتبان عليا، الخدمة كيوقع لي فيها العسر بزاف. لا إله إلا الله. ومطلق وعندي ابن والعسر المادي ما كيخلينيش نشوفه، وصلة الرحيم دابا بيني وبينه ما كايناش نظرا للظروف المادية، وبغيتك تدعي معايا يسهل عليا الله تفتح لي شي باب ديال الخير منها نقضي هذه المسائل هذه ديال الابن ديالي. يا رب يا رب يا كريم يا رب يا كريم، الله يكمل لك الرجاء سي سعد، الله يكمل لك الرجاء سي سعد. خدام شوية كدير شي تحركات أعمل حاجة، كان خدام ونجلس عندي المهنة ديالي حلاق وما كتيسر ليش الأمور في شيء بلايص، ومعي الأم ديالي واش فهمتيني، وما كان قدرش زعما نمشي لشي أماكن بعيدة زعما اللي نخدم فيها وفيها الأمور ميسرة، لأن كان عول الأم ديالي ولادي ولك الشيء غير قليل، وبعدني بس كان حاول نبدل المهنة وما كيجيبش الله. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يفرج عليك سي سعد. بغيتك تدعي معايا والمستمعين يقولوا آمين، وربي راه الدعوة راه كتبسم الله كتفتح وبسم الله كتعمر وبسم الله كدير كل شيء، شي دعوة ديال الفتح هذه الليلة هذه، الله يرحم بك الوالدين، شي دعوة بالخير، هذا الشيء اللي طلبنا منك نعم سيدي، شي دعوة ديال العفو سيدي، العفو سيدي سعد، الله يكمل لك رجاء أخويا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتحية كبيرة للناس اللي هما في ميدان الحلاقة، شحال ديال الحلاقة كيعانيوا بحال سي سعد، كتلقى كاري المحل والخدمة قليلة، يخدم إلا في المناسبات، وكتلقى بأنه متزوج وعنده وليدات وساكن مع العائلة وكيضل في الحانوت نهار كامل من الصباح حتى الليل، عاد كيجي عنده زبون أو زبونين وخصو يدفع الكراء والمصاريف، وكتلقى مسكين في وضعية صعبة. ولكن أنا شفت الحلاقة اللي هما يا متعبين واللي أكثر منهم في التعب، ماشي الحلاق، زوجة الحلاق، الزوجة كيغيب عليها، يفيق بكري يمشي يحل المحل، يرفع الريدو، يدير الفطي، يجلس مع راسه، وهي مسكينه ما كتشوفوش، وكيطل انه ياكل تما ويصلي تما ويبقى النهار كامل حتى ل 12 الليل، عاد كيسد الريدو ويعاود يرجع. كتسول المراه ديالو امتى كتشوفي زوجك، كتقول لك من 8 الصباح حتى ل 12 الليل عاد كنشوفو، واش كديري لاله في حياتك، كتقول لك كنضل كنتسنى امتى يدخل، لا اش كديري. واحد السيده مسكينه باقا صبيه زوجت مع حلاق، قالت لي
عندي وليد كنلعب معاه ملي ما كنلقى ما ندير كنمشي للماريو وكنطوي نطوي الملابس وملي كنسالي الطي ديالهم كنعاود نفرتكهم ونعاود نطويهم مره ثانيه. علاش لاله ما تخدميش؟ مراقبه الوليد ما عندي صنعة ما عندي ظروف صعبه ظروف صعبه ملي كتسمع هموم الناس الانسان يحمد ربي ويشكرو على الوضعيه اللي حطو فيها الله تعالى. فاخذ اخي سي سعد نطلب الله تعالى في هذه الساعه المباركه الله يسعد ايامك الله يسعد ايامك ونقول للساده المستمعين الله يجازيكم بخير. هذا الشاب قصد مولانا سبحانه وتعالى وربنا عز وجل قال وابتغوا الى ربكم الوسيله الوسيله وهو يتوسل بان ترفعوا ايديكم الى السماء وتطلبوا الله معاه الله يفرج عليه. اللهم يا ربي فرج عن اخينا سعد اللهم افتح له ابواب الرزق وافتح له ابواب الخير وافتح له ابواب العطاء. اللهم يا ربي هيئ له من امره رشدا. اللهم يا رزاق ارزقه يا كريم اكرمه يا جواد جد عليه يا فتاح افتح له ابواب الرزق. اللهم يا معطي اعطيه وزده ولا تنقصه برحمتك وجودك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين واعطي لكل عبادك المسلمين امين يا رب. كان غنقول للاحباب الكرام لا ينبغي ان نحزن ولا ينبغي ان نهتم ما دام لنا رب اسمه الكريم اعظم كنز واعظم ثروه واعظم شهاده هي شهاده ان لا اله الا الله. ما دام ربنا في قلبك وربنا عنده خزائن السماوات والارض منه نستمد العطاء. ما دام ربنا هو القوي منه نستمد القوه. ما دام ربنا حاضر معنا في كل مكان ورحيم بالعباد والله لن نخاف ولن نحزن لان الله تعالى رحيم بالعباد. نبقى مع فاصل باللغه الامازيغيه يؤكد ان ربنا رحيم وودود بالعباد ثم نعود. تقبل الله من الجميع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي عرفنا نفسه ولم يتركنا عميان القلب. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعل رزقنا في يده ولم يجعل رزقنا في أيدي الناس. الحمد لله الذي ستر عيوبنا ولم يفضحنا بين الناس. الحمد لله والشكر لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. فاللهم يا رب العالمين يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب من غير سبب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. اللهم يا كريم اغننا بحلالك عن حرامك اغننا بطاعتك عن معصيتك اغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. تب علينا يا كريم واغفر لنا يا حليم وتقبل منا واسمع دعاءنا ولا تعرض عنا فإننا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نحن الفقراء بين يديك. نسألك يا الله ونحن ببابك واقفون نرجو منك ونطلب ما عندك ونستفتح من خزائنك. سبحانك ما أكرمك وما أعظمك أنت العظيم الحليم الجواد الكريم. يا رب يا رب يا رحمن جد علينا من فضلك. اللهم جد علينا من فضلك. اللهم تكرم علينا من رحمتك. تكرم علينا من رحمتك يا الله وتب علينا توبة نصوحة فإننا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر. فاغفر لنا يا ربنا وأمنا من فزع يوم القيامة. اللهم اغفر لنا المعاصي والذنوب يا رجاءنا يا معتمدنا يا كافينا يا سندنا يا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد يا الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
نسألك اللهم يا رب العالمين بالوحدانية الكبرى يا ذا الجلال والإكرام وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منه إلا إليك، نسألك اللهم أن تجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا وأن ترزقنا رزقا حلالا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا، يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا رزاق ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم سخر لنا أرزاقنا، اللهم سخر لنا أرزاقنا واعصمنا من الحرص والتعب في طلبها، يا ربي احفظنا من شغل الهم، يا ربي احفظنا من شغل الهم واحفظنا من الذل للخلق، يا كريم أكرمنا، يسر لنا رزقا حلالا وعجل لنا به يا نعم المجيب، يا رب يا باسط اليدين بالعطايا، سبحانك سبحانك يا من قسم الأرزاق ولم ينس أحدا، يا رب اجعل أيادينا هي العليا ولا تجعل أيادينا هي السفلى، اللهم إنك على كل شيء قدير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، اللهم ارزقنا رزقا لا تجعل لأحد فيه منا ولا في الآخرة عليه تبعه برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم يا رحمن إليك مددنا أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطايانا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا، اللهم آمين يا رب بفضلك ونورك وبركة بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، إعجاب والاشتراك في القناة، اشتراك في القناة.